خلينا بقى نروح وخبر حلو جدا ولازم كل الاهلاويه يبقوا سعداء بهذا الخبر. وبنتكلم عن محمد شريف، الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف نشر بوست على تويتر بيستعرض فيه امكانيات محمد شريف نجم الاهلي ده قبل نهائي دوري ابطال افريقيا مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي. تضمن الفيديو ده اهداف محمد شريف مهاجم الاهلي بعد تصدره قائمه هدافي البطوله الافريقيه هذا الموسم. كتبوا عليه: محمد شريف هو هداف دوري ابطال افريقيا هذا الموسم برصيد 5 اهداف، اداء رائع بيقدمه مهاجم الاهلي حقيقه نجح به في قياده فريقه للنهائي. الاهلي وكايزر تشيفز زي ما بيتقال هيلعبوا يوم 17 يوليو في نهائي دوري ابطال افريقيا باذن الله على ملعب محمد الخامس في المغرب. هنرجع نقول ان شاء الله بالتوفيق لفريقنا وتبقى العشرة يا اهلي، ولكن برضو لغايه لما بنوصل للعشرة عمالين بنسمع اخبار اهو حلوه جدا عن كل لاعب يعني في الفريق عندنا. ربنا يوفقكم ان شاء الله ودايما مشرفينا كده، لان الواحد والله بيحس ان هو اللي خد الجايزه يعني بجد. انا مش ببالغ، احنا يعني زي ما بتقال كده الجمهور دايما في ظهر الفريق، فاي حد بيشرف الاهلي سواء ببطوله سواء بحاجه زي كده برانكينجز معينه اكيد كلنا بنبقى سعداء بيها. فيا رب دايما كده تشرفونا وتسعدونا، دي حاجه اكيد مهمه.